وما تصير عندي كهرباء ومي ما عندي وفرص عمل ما عندي ومدرسه ما عندي يتعلم بها اطفالي، شو اجيب لك يعني يا ميزانيه الملك مال دول العالم كلها؟ يلا زين، هاي الخبراء والمهندسين والاساتذه والمستشارين اللي موجودين بالحكومات. وذاك اليوم كنا في لقاء مع السيد مناف 255 مستشار، شنو وظيفتهم؟ زين اسالك، لما احنا بهذا هاي الشحه من المياه والقطع مال الكهرباء وانا اجي القى بالميزانيه، اجي القى بالميزانيه 58 موظف ميزانيتهم السنويه 158 مليار دينار. شنو هاي بالميزانيه موجوده؟ شنو 158 موظف؟ ال 58 موظف في مكتب رئيس الوزراء. اشيت كانوا 121 موظف بال 23 ميزانيتهم 229 مليار، وهسه بهذه الميزانيه 58 موظف ميزانيتهم 189 مليار. لا لا هذه تخصيصات مكتب السيد رئيس. لا 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 بس اريد افتهم دول شنو؟ هاي ما لا هاي لا استاذ علاء وقف موظفين وتخصيصات الموظفين. شنو تخصيصات رواتبهم دول؟ هو التخصيصات لهم يعني سفر روحه جايه مصرف ايجار نقل كل واحد من دول. ارجع الى الميزانيه 189 مليار و579 مليون ل 58 موظف في مكتب رئيس الوزراء. شنو هذا؟ وكانوا 121 بال 23 مخصصين لهم 229 مليار. ادري غير هسه انا من افتهم دول مخصصين بشنو يعني؟ هسه انا من اصفن استاذ محمد، انا مرات فعلا يقولوا لي صوتك يعلى بالحديث بس انا من القهر. من اصفن دول ال 58 هم ومخصصاتهم وايجاراتهم وسفرياتهم وصرفياتهم والقرطاسيه والبنزين وما يعني كل واحد مخصص له 3 مليارات و272 مليون بالسنه؟ اي والله لا يعني يا اخوي شنو رواتب؟ ما اعرف هاي سفر سكن دول مخصصين رواتبهم ومميزاتهم وصرفياتهم واحتياجاتهم 189 مليار. لما اجي ابوع محطه بس مايه اللي حتى الان الوزاره قامت تاخذ منها تطلي لي المناطق المجاوره من غير المجمع كلها ب 91 مليون دولار.